بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بابي حوتم لكتاب الصلاة فرمي: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. طبعا بابك يبو دارشتوك بيمان بلي كرداركاني نواج چندیان واجب لسر بیکی ببی او نیوجا که دانا مزره و دروز نیا. الان دیار لیرا مبستی کردارکانی نیوش کرداری جستهی و زبانیشا هر جستهی نه چکا دواوی با فصل یک باسی و بابتا که دواتر با فصل یکی تر دیتا سر کردارکانی زبان که واتا بس دلیتی عباز نکردو خوی نیوش دل زبانه و كردارة جستية بروي شافعي خوي رحمة الله اللي بلا عقيدة استدلالك بويك استدلالك بويك إيمان سيو اعتقاده وكرداري جستية نيوجك أبو بلقى كافر مهر سيكيانا هم قصية هم كردارة هم ضليشة وهي شيء أم ببيو يتريع النابي وأشفر مي الله جل جلاله خوي نجيب إيماننا وبردو ما كان الله ليضيع إيمانه ويلي رجمة بس يا ويا تشندا لكرداري جستا لقال كرداري زوان يتر روكشان آوكت وظاهرا آو أنجام دا أو نيوجك الدروس ودا مزراو ترجمي بابا كم بس يا ويا. قال الشافعي: وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم. دس بيكا لا يكم يانو أفرمي كم ترين كردار كي تربى بي أو نيوش دادا مزريع يكم يان بريتيا لويكا الله أكبر يحرام كي أيش ببرقي حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: تحريمها التكبير دا مزران دني نيوش بتكبير إحرامه. ولا بروي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو بياوي كان يوجكي بهلاكا فرمي: إذا قمت إلى الصلاة فكمبر كهستاي تورا وستاي بو انجام داني نيوجل دس بيك أتوبي الله أكبر بكي. باش أنا فرمي: ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنها أنجا دسكا بخيوان دني سورة فاتحة. طبعا بوشي لبروي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نيجيو كسدروزنيا كسورة فاتحة يا أنا أخواني. ولا فرمي ديك ترى فرمي: كل صلاة لم تقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. هاد نيجيك كسورة فاتحة يا أنا أخواني. ديو نيجيكي نقصان نيجيكي نقصان نيجيكي نقصان الله جل جلاله نيجي نقصان ورناقري. ولا بروي لحديث قدسي الله جل جلاله فاتحة بني وجنابة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. بويا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نيجا قيد روزنيا وكسيك سوري فاتحة ناخينا شو كبو سوري فاتحة نيجا الله جل جلاله بني وجنابة بردو. فاش انا فرمي: يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ان احسنها. فاتحة كيف بتشي دس بيبكا ببسم الله الرحمن الرحيم كواتا آية لفاتحة وببيئة ودانا مزرع شو كاقر بسم الله الرحمن الرحيم لا بري أو شجاعت يمينته بسم الله بخيته وسربته بحوت فاتحاش بنص قرآن حودات. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سورة فاتحة شيئا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولا صحيح بخاري فرمي سورة فاتحة أم القرآن فرمي أو حوت آيتيك بردوام بدو بارك ريته لأن يوجد كانت بردوام دو مثاني يعني دو بارك دنو وهو قرآن عظيمك الله جل جلاله في داوم وكل صحيح بخاري هاتو وكواتب نصي آيات حوت آيات
ببي بسم الله الرحمن الرحيم إجنا بحودات بويق سكي بابلين إمام الشافعي دقيق ترو دلسترا ولبرا ويكا بهمان شوا أبو هريرة إخوانيته وفرمي بسم الله الرحمن الرحيم آياتك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آوا أخوان ديوتي وحديثك يوم مسلمش رسول الله صلى الله عليه وسلم كدس يكربا خوان دني سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا خوان مدي أدابا الرحمن الرحيم أو جل صحيح مسلماء ببي أو حديثان وببي أو آياتي قرآن فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وحود آياته وتو واجب لسرها الحود آياتك لم يجاب بخويني لك آياتك لا بلي يتر آية بسم الله كي بضاني برزقك يا بضاني نزمك أو بابتك ترى لأم قد نيجكت كاتيا كذا مزري إلا بسم الله الرحمن الرحيم يتيابه لا شافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم يتيانا بآياتك فاتحادنا وتو نيجكت دروزنيا وبلغيو آياته وحديثي باسمان كده إن أحسنها أجر بجواني زاني أجر بجواني زاني بها هو بجواني فيري بها شنك من ترك الصلاة فقد كفر تارك الصلاة كافر هو كان يجي نبي كافر هو شي فاتحة نبي نيجيني باشا ويبي هو بقى إلا أخوي فيري فاتحة بك مجر لحالته كان بين نتوانة فيري بك أو بلقوش تتري لسر دواتر باسي كان يقنا بتوانة فيري بي وبلا نخير نيش بفاتحاني ونعم وقوم فير نعكم ومن حد توزي قرآن يترخي وانا ميا عشري كي ترخي وانا محر فاتحة من ناوي هو كافر بي بي هل بو كافر بي كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي فاتحة نيجا الله جل جلاله فرمي فاتحة نيجا من بشم كردو لبيني قوم عبدا كمان أو لواني تلوب أخي أو الذين يبات الدرو باش أنا فرمي ويركع حتى يطمئن راكعا فرمي دعاء ركوع با وتيا أمينته هتا وكو جمجا كان يهمي جي خويا نقرن طبعا مش حديثي مصيء صلاتي يهمي لو ورقيله كافرمي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا فرمك الله أكبر كر أو إيزاني لقرآن بيخوي أنا كم بس بفاتحة أنجا دوا أو ركوع برو بمين روتي آتا جمجة كان جي خويا نقرن لركوعا تطمئن راكعا يعني جمجة كان جي خوي بقرن لركوعا باشان بي فرمي ثم ارفع حتى تعتدل قائما لير أميش رجنا صفر مدكي هنا وتو ويرفع حتى يعتدل قائمة دعاء السر برسكرو هتا وكو يعني راس برو ببيه وجوان أوستي هاي كي اعتدال كان سري برزنا كده تو سري هالوه باشا هاي سري عاسمانك هادو كي غلطة اعتدال يعني راس بتو عدل بيها مجسمه لأنه كي بيتو تاتوقي سري هيا جاري اصلا نكسري بارز نكدو دو شانو ملي شي شعور هشتا يعني هشتا لركوع كيبا طاير راز نبوتو اما دروز نية چونك حديث اقا فرمي حتى عريك وسيتو واعتدال بها مو فقر اقاني بشت الراز بيتو وكو خوي باش انا فرمي ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة اويش فرمودكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا دعاء السجدة برو لسجدة أبمين رو جي خود بقرا تاجم كان جي خوي أنا قرن لسجدة على الجبهة لسر ناو تشاوان جو كوت ما لم يسكيلو داخلية بيتشم كبشكلي ثم يرفع حتى يعتدل جالسا أو يجهر نصي فرمودكية ثم يرفع حتى تعتدل جالسا دواو سر برس كرولا سجدا حتى وكو جمجة كان هميا بدانشتوي أشنجي خويا أو يجهر قدار بن سر برس كرنا وبي آواد لبي نابي سر برس كرنا وبي أحسن آوي بي آواد لبي شكرا حتى
تعتدل عدول لدانشتنا اليرو دس بيكا هتا آخر فقرة همي عدل بيتو ببيوة ليرو دس بيكا هتا بني بيت أو عدولة إذا لقل عربي وعدولة ناكل نوات ببيوة شبه دانشتنا أو بشيك إنحناء إتيا بشيك عدل نية أقصي فرمودة كدنا كدو ولو عدولشا ما سلك كان يبشتو من البطاوية جولين ويسفادة لركوع كان ولا سجودة كان لغير يا نايك بويا شون أو ركناني بزمانة وتريا أبي طواوي يعني كي حقي خوي يعني بيتي وركناناش يبلش أكري أبي طواوي كي حقي خوي بيتي حتى طاو عدل نبي دوت وحقي وركندنا هاو هروكو شون أوكو يا بلي سبحان ربي يا حقيته سبحان ربي العظيم نا سبحان ربي الاعلى نا وكوا كقراءه قد نقصان بك ذكر قد نقصان بي بويا حركي جسمك جبه طواب بكامل به اجل الدوره كي بويا قد قد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرم دي مسيئ صلاته هو بردوام تاكيد لسرواغا حتى تستوي قاعده حتى تعتدل قائمه حتى تعتدل جالسه حتى تستوي بابلين قائمة حمي جوان تأكيدك على تولى سليب وهمي الله حتى أو حتى أو حتى أو يعني تا آخر حد حدي حركك ثم يسجد الأخرى كما وصفت دعاء السجدة سجدي دعاء مباهر وكشون باسم كربوت يعني وكو السجدة كي يكم كباسي كربومان حتى بابلين تطمئن ساجدا حتى وكل سجدة كتابة جوانيها مجمكة كان جي خويا نقل ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة دواء أبوها مركعتي أما دوبارا كاتو بركاتي يكن به ثم يقوم وكتشون رسول الله صلى الله عليه وسلم بو بيعين جهي أبها لاكا بيفرمي ثم ارفع حتى تستوي قائمة دواء دو سجدة كتابة فرمي ثم مجلس نعم كما جلسة وتارة جلسة استراحة واني بيه وتريا بيه فرمي ثم ارفع حتى كوية نوستي تعتدي لقائمة حتى ببيه ووستي بوي جلسة وراء أوتار خوي سنة دنيا مقر نخوش بي أخد توانا يدنا به وكتابت السنة قلنا الأصل أخوي سنة دنيا وفرمدي مسيء صلاته بزور ورد بتولي فقه كيشاكي تيا لبروي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقامي تعليمها لمقامي تعليمي شاهيشي بيرناتي لهيشيش سهناك بخبري مزبوطي فيرك باشا لمقامي موعظاني لمقامي بابلين زجرانية مقامي تعليم فير كردن لفير كردن شاء وحي محاصبيك او مصاحبيك او بجواني بوحي رونيك اتو بويا اميلا فرمودايا كاملا وحيا شكا بيوستا بشي شو قرنك ترين كاركان انسان وكا مو كاركان تري لسر وراوستا نيوش بويا ناقون جشتي بيرسيتيا بويا اكسر فرمجي ثم ارفع حتى تستوي قائما برز برو حتى راوستي باشان بيه فرمي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أوهر هميل نجكتا دبارك أو أمشي وركعتك في رمكدي فإذا أتممت صلاتك نحو هذا فقد تمت صلاتك حديث كما فرم فالمكة نجكت بمشي وكر آوى كردار جسية كاني هموي أوى إيترتو نجكت دروستا وراوستا وليرا فرميتي أوى لهم ركعتك آكا بلام ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمة يقول السلام عليكم فإذا فعل ذلك أجزأته فرميل ركعتي شوار ما داني شو تشهد له وثمان شوارشتا سياني فرضة دانيك سنة تحيات تشهد صلوات تعوذ استعوذك سنة هرشان لا هندي كتير تعوذك اش فرضة شنك فرمي فير يا كردين شون سورة القرآن ما فيرك فرمي دعاء جلسي تشهد كيتو
سلام ديتوا أجر يك سلام يشبه بلاي راستا الله السلام عليكم أو كم ترينيتي ورحمة الله وبركاته وزور ترينيتي فمك أود كرد نيوجك الدروس تدام زراوة أفرمي وضيع حظ نفسه فيما ترك كأوي كرد نيوجكي دام زراوة أما فرفكيتي ببيع من يوج دانام زراوة وهرشتيكي نكردو على سنة كان أو باش يقل أجرو باداشتي خوي لدس داو إيتر سنتي فعلي بي أقود سنتي قولي بي باش يقل أجرو باداشتي خوي لدس داو باش أنا فرمي وإن كان لا يحسن أم القرآن أجر سوري فاتحين أزاني كابرا تعظى مسلمان وسوري فاتحان أزانا ياخد بيرا جنيكا كاكي بيرا بوي ناكري وناتواني سوري فاتحة لبركة تشيبكا أفرمي فيحمد الله ويكبره مكان القراءة أو وقت الحمد لله الله أكبر سبحان الله أواناكا لبريتي لبري خويندني قرآن أما فرمو ديك لسالة لا سنن أبو داود والترمذي هاتوا وإمام حاكم إيش جرايتي وكأفرمي ب يك ديت لي في رينوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن كان معك القرآن فقرأ به أجر قرآن لبر بقرآنك بخوانا يعني فاتحة لبرني صورة كتير لبر أو صورة بخوانا يعني دواي فاتحة قرآن أخواني باشا لي رأي أقسك إمام الشافعي إيش ما بستي وين دعي فاتحة قرآن أخواني قرآن يترك بباشي أيزاني باش أنا فرمي وإلا فحمد الله وكبره وهلله فرمي إقناع النوتواني سبحان الله الحمد لله الله أكبر أوانا بلا بقدر شانيا بقدر سورة فاتحة كا ما كتر دري أجي كيتوا زور زور بيلي شون كأوانا ذكرى همك اسبي لا بركة بويا فرمي فيحمد الله ويكبره مكان القراءة لا يجزئه غيره لبري قراءة سورة فاتحة ولبري قراءة والسورتي ترك أبيشي لبرنية سبحان الله الحمد لله والله أكبر وأناك وأنا بهيتش تيجينا أقريتو جال فرمودك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وإن انتقصت منه شيئا انتقص من صلاتك لم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أجر شتي كم كيتو يعني كم تربيلي أولا نوجكي خوتي كم كردتو باش أنا فرمي وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات أجر فاتحي لبرنا أبو بانمونا سورة ضحاي لبربو سورة قل هو الله أحد لبربو فرمي بقر حود آياتك ببخ يعني ضحاء أخوي فاتحة زيادة ريشة بون والله ما قال قل والله أحد بو بل أني كما بس يجار بخوانا أنجا بقر حوت آيتك سورة فاتحة ويبي يا فاتحة بخوانا يا قدري فاتحة كقرآن يا قدري فاتحة كالذكر أو سي مرحلة ببيو فرمودي يسجر أمانو ولا فرمودي كترا أنا زفر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني من القرآن فرمي أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وزم أنا سأجرته من ناتوانم هيتشتي لقرآن لبركم كابراء أقهات بردمي نخوي نوارو داما ودشتكي ودي من ناتوانم هيتشتي لقرآن لبركم شتيكم فيربك جي قرآنم بو بقريتو شتيكم فيربك جي قرآنم بو بقريتو قال قل الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبري أويك فاتحة بخوانيت يا قرآن بخواني كبيو لبرناك لنجر كتاب لا الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ذكر بخواني كابرا فرموي ها
هذا لله فماذا لنفسي تباشا واخوين مو بو الله جل جلاله اي شيء بو خم بخوين مو كو ذكر حتى هندي ذكر هيا تعظيمي الله تي هندي ذكر ايش هيا دربريني بيداويستي خوت وزليلي خوت ابو الله جل جلاله شي فيرك فرمي بلا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني او فيرك اما امام نسائي جارته فرمي فرمي بو خوش بلا يفرورد قارم ليم خوش بو رحمة في بكو تندرستم كو رزقم بدا او شوارشتا كيما ولا بيني دو سجدك يا اخي يعني زوجة كواتل بري فاتحة اما انا جي اقريتو بوكي بو همو كسي نا بو كسي كبيرة ناتوان فيري بي بو كسي كنخوين دوارة وزماني رانا هات وناتوان فيري بي بو كسي كتعزة مسلمان بو تها فيري بي بلام هر سيكيان مطلوب ومخاطب بخو فير كردني فاتحة باشا اي اگر كسيك بان هبي توانايي هبي گنج بي خينواري هبي بلام بلاي قاينا اكا با فاتحة فيرنا بن بيويز ناكا هر آواني وجاكم منو ذكرانا خينم اما دواي اقامة حجة كان يجب بفاتحة دروزني وابي خو فير كي و خوي فير نكا او ان يجا كان يدانا مزرعه كان يجا كان يشي دانا مزرعه ايمانك يدانا مزرعه كافر باشا تشمك انكاري شتيك كا الله ورسولك يبن يجي عن دانا ولا مرجني انكاري ركنك لا ركنك كان ينجك انكاري كرني ركنك لا ركنك كان ينجيش انكاري كرني ركنك خويتي انكاري كرني ركنكش لدين درتشونا وقتي خويا من بابا تمان باس كركتي گجر و گجر هستن بریان و توزیو نه آیانو او والی و فاتحان زانه کافره و نزم چیم بابد کات قیمه با مطلقیه نماند و الله اجماعی لسر اجماعی لسر نیه اصلا حدیث رسول الله لسر صلی الله علیه و سلم صحیحین کافر میه او نیوش نکه کافره وش فاتحان بین نیوشی نیه حدیث لسر وما قصي مني باشا ظاهري قصي إمام شافعي ليرا جيقى لسوري فاتحة سيركي لا بابرين عملي قولة هيجي كي باز نكردو تشهد جنبه بو تشهدك وبو صلوات لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر مدين للسلام حديث جي ابن عباس فرمين رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدي فيرك الدين وكجون سورة القرآن من فيرك أو يفرمو بيخوين لن يجا كده نشتم و حديث يكي ترك بيهقي جارته سندك حسنا فرمي إذا صليتم فقولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أو إيش بلقي ويك صلوات شيا إيش فرضة بو إمام شافعي بفرض يزاني وحديث يكي ابن مسعود إيش كأفرمي هر کسی لقی و نیاجی کرد با بله اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد که ما صلیت آوج بالقی وک صلوات که فرضا کوات تحیه و تشهد و صلواتش فرضا و کباسی کرد فاش آن فرمی و این کان لا یحسن ام القرآن فحمد الله و یکبر فیحمد الله ويكبره مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك قال فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة ورجع إليها رجع إليها فأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد دو مسألة تربان باسك بمن لم بشيا فرمي اگر حرفك و بيتك الى ام القران لبيرچو سوره فاتحه اي زانه باشا اما نزانه كنيه اي زانه سوره فاتحه بجوانيه زانه بلان بيتك الى فارن بون مناله غير مقضوب نال غير ال ريل ابارن غير المغضوب غير مغضوب اكثر ابو مغ ونجلب شتي دروزني وكسي على فاتحه اخواني
هذا كم زان إنسانك فاتحك طواو النبي وقارئ بيوبتو أني طوابك لنيجا بطوابي نيخوني نيجي خوي دروز نيت نيجي دوتشون لبشتي دروس وفاتحة مزانة حتى شافية فرمي لا أمة أو كسيك أمية بوي نوية بيج نيجيب كاب أو كسيك قارئة إلا بقارئة كبيج نيجيب كاب وفرمي هل كسي بيتك لسوري فاتحة تيك بداو نيزاني نيجي لبشتي دروز نيت وطوابشة كسوري فاتحة وكباس بانك نيجا يعني شيء فرميه اگر حرفك الى سوره فاتحه لكي شو لركعتك ابي بقرت وبوي يعني ركعتي دروزني حتى وحرف فاتحه انا حتى واتي بجوانين اخواني كواتا ابي بقرت وبوي واجب الاسد بقرت وبوي چونك الركن هيك قولي بنقصاني كردو ابي بقرت واتمامك طاوبك فاتمها اگر دعای نویش بیری که تو لبیری نبو تا خرج من الصلاة و تطاول ذلك و مدتی که زوریشی به صلاة شو با نمونه اگر تو مالاو بیری که تو که سوری فاتحه که بجوانی نو تو حرفی که لیه پرانو کلمه که لیه پرانو پیتی که لیه پرانو او وقتا فرمه مادام مدتی که زوری به صلاة روشتو نویش که دوباره که تو همون نویش که دروز نبو لبر چی؟ كلمة فاتحة برانو سورة كي إيش جوا خستوا أيوة هم يا برانة سنا رمانة من النار من الرحمن الرحيم أو هم يا برانو الفاتحين أخوانه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجار جرايا وفرمي بروني وجاكو بكروني وجنا كردوا كابريك هاون وجاكي بوشي وكر سيجار جرايا وفرمي بروني وجاكو بكروني وجنا كردوا فرمي لو زيادة نازام فرمي دور بابي في أركم شو عندك كاتوا دروزنيه جانویشی خوی دروز نبه اولاتره نویشی مأمو مکان که لپشتیون اوانیش دروز نبه او کتای بابی حوتم بود بابی هشتم فرمه باب طول القراءتی و قصرها بابیان باسی بابلین قراءتی سنتکا چون که لبابی پیشوا باسی قراءتی فرضی کرد که فاتحه هر بابی خوانی باسی قراءتی فرض که امیش به همان شوا تارا دیک اگا که اگر زیاد بخوانی گناه بار بی تارا دار و سرو نبیتا و قال الشافعی و احب ان یقارأ فی الصبح مع ام القرآن بطول المفصل فرمي امام شافعي فرمي بيام خوشا يعني ببي اويك دراسي بلغ كانم كردوا قشتومتا او راديك خوازرا والسنة ومن بسنتي ازانم كلاس نيجي بيانيا شي بخواني سورة فاتحة طولي مفصل طولي مفصل لكيو دس بيكا لدواي سورة توبو دس بيكا حتى وكو عندك قالن لدواي يونس و عندك قالن لدواي يوسف و دسبيكا بلان قولي دروز و لدواي سوري توبو و دسبيكا عندك قالن لدواي عرف و دسبيكا هتاوكو حامي مكان وانا طولي مفصلة آية كان يعني مفصلة سورة كان شان دريج باشا وسطي مفصل لدواي حامي مكان ودس بيك ام عباره انا بزان فقيها كان بكاريا حتى وكو هندي قالن جزي عامه هندي قالن تبارك هندي كجالن حتى وكو صورتي عبسه هوا يا نازعات يا والشمس ايجات الادواء وقصار مفصله كما تيس قران شان بشر شو مفصل معناه لبقره هتا توبه باش طولي مفصل معناه لدواي توبه هتا حامي مكان وسطي مفصل معناه لدواي حامي مكان وهتا اكو وثمان جزء عمت هبله دواء قصاري مفصل معناه تاخر شوار باشا
اصل وايا طولي مفصل بلا مفصل بخيته كيو بخيته شو منين جو قلت له دواء اوات واني لو اني تري شعب خياني رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجار واي كردو بلا ام لا نيجا كان تري شا لا مفصل خيان دو حتى لا مغربي شا لا مفصل خيان دو اس بي اجي لن يجي بيانيه افرمي لصحيح مسلم هات وكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تكوير خيانته للنجبان إذا الشمس كويرة وقال لك يا خياندي بمبتدعي ما زال هات وسورة قافي خيانته هل صحيح مسلم وهات هل صحيح مسلم كسورة مؤمنون خيانته هتا وقصي موسى وهارون أما لفتح مكة يا إخواني كانت ستة مكة لن يجي بياني سورة مؤمنون إخواني حتى قصة موسى وهارون شان برا دو باروني تقريبا وهاتوشا لن يجي بيانيا او بقشتيا فرمي كان يقرأ بستين آية إلى مئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجي بيانيا شصت بسط آيات يا خير يتر هنديك ألين ليقرأ كعتيا وانا هنديك ألين لهدو كعتك يا وانا اما جهل صحيح مسلمات كشص بو صد آياتي خندو ولا مصنف ابن ابي شيبة هاتو كرسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ابو بكر صديق رضا ورحمتي الله يلي بها مصوري بقري خندو لنجي باني تدويتي بدو بشو هم صورة بقري خندو لنجي باني وهاتو عمر كوري خطاب هم صوري حجي خندو لنجي باني مش عملي خلفاء وأمجلة شوارشوي صلوا كما رأيتموني أصليها الذروينية بويا شافعي فرمي بيام خوش اللي نجي بيانيا طولي مفصل بخوانيا مفصلين هنا بوتي لبروي عادة ولا شو نجابه بلا ما سباس ما نكره بكري الصديق لن يجي بيانيا بقري خواندو وطولي مفصليش هر حج طولي مفصلك عمري كوري خطاب خواندو اگر ناچار بی ناراحتی رو ایتیا کردی اول سنن ابو داود هات و که فرمیه عمری کری خطاب چی خوین انا اعطیناک الکوثر لنیو جیبانی بو شمشی رکی لیدر ابو خنجر رکی لیدر ابو نیو توانی زور بخوین کواتا اگر حالت یکی ناچاری هات پیشو تو نیو جکد توانی کرد که تو وهاتوش رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة زلزلي خيان دولة سنن أبي داود لك يا لن يجي بيانيا ديار أويج لكاتك أبوك نارحتيك أبوي أشتيك يقنا أصل واب وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشص بسط آيات بو خيان دويتي تيقاش لو بابتا أوي كهاتوا فرمي سورة زلزلي خيان لسنن أبو داود وصحيحش اما نيجي بياني ام جورانا هاتون لقراءة همي لك يا لرسول الله ولا خلفاء كان يوم بون يجي نيورو فرمي وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح فرمي وبهمان شوا لن يجي نيورو هاو شوي نيجي بياني بخوياني يعني قراءتك بقروية بلام هموكاتيك ونهاتو هموكاتيك ونهاتو كان لن يجي بيانيا بقر قراءة لن يجي بياني بخواني هند جار أو رداو أبو سعيد خدري وكل صحيح مسلم هاتو طبعا صحيح مسلم يكيك لا كتابكاني حديثك جوانترين ترتيبي هي كتنان بخاري جو ترتيبين هي ترتيبي صحيح مسلم لهي بخاري جوانترا الفاظي صحيح مسلم مش لهي بخاري دقيق ترى بلام أسانيدي بخاري لهي مسلم صحيح ترى باشا أقداري أو بابا تبا بويكاتي تسر صحيح مسلم بابي قراءة في الصلاة كيتوا حمو فرمو دكاني تونيتي
قراءتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من يجا ريزك أبد ودوايا كابز بخاري وانك أجد بتوي أمو فرمودا كان بدوزيته ولا كان بعدك عيد وزيته فأساني بونا دوزيت وعادة طالب علم بصحيح مسلم دس بيوب كاب يش بخاري باشتر لبروي إسفاداك لو ترتيبو لو سهولة تناول أبو حديثك بأساني حديثك عند سكي بتياو ترتيبك مضبوط أو أن جاي يكتب من ديك شيء هاي مسلم كحديث يكبوه هنا لآخر بلاي صحيحة حديث دواء أو كبوه بيش جيلي أو هنا بلاي صحتك كما بيتوا كما بيتوا كما بيتوا تالا أخيري بابك شو زوجها الهجدة إلا ضعيفة بس أنا دكي فلن بابا وجهها ضعيفة وشي زوجها وجهك ومسلم زور قرنقة صحيحة وأوشي شرحي قابب زين شي شرحك وبجواني شرحي كان جا بخاري ومسلم علي مختصري 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 يعني شكو خويا مختصر حرب بخاري خوي صحيح حكينا المختصر من سنن رسول الله مسلم ايش ما شاء انت شي مختصر خويا مختصر خويا مختصر انت مختصر كي بودني والله مسلم تبويب نكره هر كتاب 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 نسيبيتي كتاب ايمان كتابي او كتابي او بابا كان يعني تبويبات كان قاضي عياض النووي وهندي للشارح كان كذا أنا بقول سيرك إلا شرحك أو بشرح كتير تبويب كان جرة أو تبويباني كلا وهي شيء كسان يجنيان كذا كلا سر منهج إمام مسلم لعقيدة بقول سيرك إلا كتاب الإيمان كباسي لا إله إلا الله كان مسلم خوي سياقي حديث جاني واهنا باب شروط لا إله إلا الله تيابي بلامان دانان البوابانة هي كان باسي لك ويو كسي لا وشاعر وما انا شروط لا اله الا الله واش تعم بنينيه با حديث شي لسبب با ايات شي لسبب لا ام بنينيه ويو كسي شرح يا كابي قال اهل السنه بي جوان برواتوبيا جوان شرح كاسي كي يقول قوام السنه اصفهاني شرح كردو ابواب كان يبو شي ودانا بس حيف هم نيه باش كي كم يدسكوتو فوتاو شرح صحيح مسلم هموش يعني لي نقل كان لأنه ويو لقاضي عياض وانا بيو ينعي بيان أرلين صاحبي تنقيح فرميتي صاحبي تنقيح فرميتي وشن كاوان أرلين من أصحابنا نية يعني شاعرا يوك خوما أهل السنة وكتون لا شرح بخاري كشاب همان شوا ابن حجر لي نقل كاو بيو ينعي بيانه شرح بخاري شكل دو قوام السنة شراحي حديث يا ما بو معنى أهل السنة الجماعة بوكس بابرين بوز بولينا ما مانيك لا شاعرا هاتون دوائي أم حديث أنا أنشرح كردوا شرح أنكردوا بقول علماء قديم خومانو بسلفي صالح بلام هاتون برقي شاعر أنكردوا بلا يا مش ذول اعتيادي برقك يا شاعر أن بودا مالينو إينو بخوانو طاك يا شماني لقال أو باقي كيتري شو جاي باقي كيتري رقوالي سلفا لسر سلمان أو يبين يبو لسر صحيح مسلم تم بابي زاني هاتوا لأبي سعيد خدري ولا صحيح مسلم فرمي كانت الصلاة تقام نالا تؤذن لها تقام قامت بوكرة فيذهب أحدنا إلى بقيع فيقضي حاجته هركس يكمان في يسي بدز نيوش قرتن بوا طنقا بوا أشو بوا بقيع شنك أوفسا سرعا وكان ميلا بشتوي بقيع بون يجنان جيابو يبيعوان جيابو لهم مالكة سراونا بوتوالدنم أبو شو فرميك يكمانا شوية بقيع لبي دستي بقى وقان ثم يأتي أهله فيتوضأ دو أي جرايا وبناو كسوكاري خوي دزنيو جي أقرت دزنيو جي كتاك يقرت فاشانا فرميه ثم يرجع إلى المسجد والنبي في الركعة الأولى انزع قرايه وبو مسجود كشي هيش تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لركعتي يا كمان يعني شي تو بون مونا مالي لبين قباء مسجودتي بيغمر ابي صلى الله عليه وسلم لبين خندق ومسجودتي بيغمر ابي صلى الله عليه وسلم نالين لاي قباء بي لاي خندق بي لو بينك او يترنا وراسي مدينه او ساعك نجم مدينة يست هلا سيجي بو بقيع دز بقى وجاني شو نكت بو بقيع شاركي كيو ده دقيقة أجر بفيه بخير عايش بره
دس بقى وجين يتوب وانا مالي خد دي سان دس نيوش اجري يوم بس بيانش دقيقة تقريبا تاس انش دو بوم زغو بس بيانش دقيقة اشتاول ركعتي كمان الله ليرا اصلا هر بيانش فرزاك و بس بيانش دقيقة بيبشي لدعاء بتور تيا تقون الله اشتاول ركعتي كمان تديارة ما دائمين ابوه يا ديارة ديارة أبو سعيد خدري خوي مالي لبرامبر مزقوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بلين ببيانج دقيقة قشتو تبقي عو ببيانج دقاتو تو ددقي كاكر كاتي يكمي ددقي بيانجو بس تو نايل أن يوجد هر همي بيانج دقي بيانجو بخيرات الطاوي كي بوي بدليني واقع داربن هم ركعتكاني وكركاتي يكمي نبو إن شاء الله دوام درس باسيكين والحمد لله رب العالمين.